بقول لي هنروح لإياد، انت كابتن الفريق طبعا ولازم نبتدي بيك. البطوله ما كانتش سهله اكيد، وماتش الشمس خلص 3-2. الماتش كان ماشي ازاي؟ كنت قلقان منه، ايه اللي حصل؟ يعني يهمنا الماتش النهائي اللي حصل فيه. هو احنا كنا عارفين من الاول ان هو هيبقى ماتش صعب طبعا، لان احنا كل مرحله سنيه اللي هي تبقى 2002 2003 فالماتش ده يعني هو بيبقى صعب في القاهره، بيبقى هو ده ماتش الفاينل. فاحنا كنا عارفين من الاول ان هو ده المنافس بتاعنا، وعارفين يعني طريقنا ماشي ازاي، وكنا عارفين برده ان هو هيبقى الفاينل واخر ماتش في البطوله. بس هم برده فرقه كويسه طبعا، مش وحشه، بس انا شايف ان احنا يعني احسن بكتير منهم. يعني لو اتكلمنا على المستوى الفني والفرق الفني احنا بالزبط. افضل بكتير، وانا ما كنتش شايف ان الماتش يخلص 3-2، لا احنا كنا نقدر نخلصه 3-0 كمان. هو بس عشان ماتش فاينل فاهميته كل الكلام ده بالظبط، لكن تفسير الماتش ازاي يعني 1-0 لمين؟ هم كانوا كسبوا الشوط الاولاني، وبعد كده احنا خدنا الثاني فرق سكور مثلا اكتر من 15 بونت، 15 25 10 مثلا تقريبا او 8 8. والشوط الثالث احنا كنا فارقين من اول الشوط تقريبا فرق 5 6 بونت، لحد ما وصلنا خلاص 24 19 او 20، خسرت 5 6 نقط ورا بعض، مش عارفين نجيب بونت حاجه. فاهمني يعني ده برده سوء توفيق وسوء حظ وشدت الفاينل حاجه فاهمني. فبس فكانت لحظه صعبه طبعا بالنسبه لنا. خسرنا 2-1. بعد كده خدنا الحمد لله الشوط الرابع بسهوله برده، فرق زي مثلا 7 8 بونت، وشوط الخامس برضه خدناه بسهوله والحمد لله، يعني كسبنا البطوله الحمد لله. بس انا شفت كان في فرحه جامده وبتاع، انتوا عايزين تعملوا شويه سسبنس بس شويه في الايه؟ شويه تشويق في البطوله. أكيد.